رئيس الجمهورية يصل إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية المقررة يوميا 23 و 24 أكتوبر الجاري. الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتحضير مهرجان المدن القديمة، ويستقبل الوزير الفرنسي السابق السيد ميشيل ساتي. إطلاق ورشة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورهما في خدمة تأهيل اليد العاملة الوطنية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة التي يصحبني فيها بلغة الإشارة الزميل سلمو ولي حفظه. وصل رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني ظهر اليوم إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية المقررة يومي 23 والرابع والعشرين أكتوبر الجاري، واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار سوتشي من طرف مسؤول حكومي روسي رفيع المستوى وسفير موريتانيا المعتمد في موسكو سعادة السيد حامد حموني، والملحق العسكري بالسفارة العقيد عبد الله والشيخ والشدو وأعضاء السفارة الموريتانية في موسكو. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني قد غادر فجر اليوم نواكشوط متوجها إلى جمهورية روسيا الاتحادية، وقد ودع رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول السيد إسماعيل اللبدة والشيخ سيدية والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد محمد سالم البشير وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة المجلس الجهوي لجهة نواكشوط. ويرافق رئيس الجمهورية وفد هام يضم كل من السادة إسماعيل الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانية في الخارج، محمد العبد الفتاح وزير النفط والطاقة والمعادن، محمد أحمد المحمد الأمين مدير ديوان رئيس الجمهورية، حامد حموني سفير موريتانيا في موسكو، أحمد الباه مستشارا برئاسة الجمهورية، أحمد الباهينة مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسن الأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. من نشاطات الحكومة، ترأس الوزير الأول السيد إسماعيل البدة والشيخ سيدية اليوم بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى في نواكشوط اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتحضير مهرجان المدن القديمة. وينظم مهرجان المدن القديمة بشكل سنوي في إحدى المدن التاريخية الأربع وادان ولاتة تشيت وشنقيط التي تحتضن المهرجان هذه السنة. ودائما في هذا الإطار، استقبل الوزير الأول السيد إسماعيل البدة والشيخ سيدية اليوم بمكتبه بالوزارة الأولى في نواكشوط الوزير الفرنسي السابق السيد ميشيل سابيه الذي يزور بلادنا حاليا، وناقش الوزير الأول والمسؤول الفرنسي جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جرت المقابلة بحضور السيدة فاطمة مدحي مديرة ديوان الوزير الأول السيد محمد البلال مكلفا بمهمة بالوزارة الأولى.
وأدلى الوزير الفرنسي السابق في أعقاب اللقاء بتصريح أكد فيه أن اللقاء كان مناسبة لتهنئة الوزير الأول شخصيا ومن خلاله الشعب الموريتاني على الانتقال السلس للسلطة من رئيس منتخب إلى آخر منتخب. كان لي الشرف في لقاء الوزير الأول الذي هنأته بمناسبة توليه لمهامه الجديدة، كما هنأت من خلاله موريتانيا والديمقراطية الموريتانية على الانتقال السلس للسلطة من رئيس منتخب إلى آخر منتخب، الأمر الذي كان مثار إشادة كبيرة من المنظومة الدولية. وكما تعلمون فقد أثبتت انتخابات موريتانيا أن البلاد دخلت بقوة وبطريقة مستدامة في إطار الديمقراطية الحقيقية. وبوصفي صديقا لموريتانيا لفترة طويلة لا أحددها، فأنا أتردد على موريتانيا دائما بوصفي منتخبا أو مسؤول مجموعات محلية أو وزيرا. وقد سبق لي في هذا الإطار أن التقيت الوزير الأول أيام كان وزيرا للتشغيل وناقشنا التحديات الاجتماعية للتنمية الاقتصادية في موريتانيا، وتحدثنا اليوم طويلا عن الاستخدام الأمثل للثروات الجديدة والتي يمكن لموريتانيا أن تستفيد منها والتي من شأنها أن تتيح لكافة الموريتانيين قطف ثمارها اليانعة. وقد أبدى الوزير الأول والحكومة استعدادا كبيرا لتوظيف الثروات الجديدة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحداث مواطن شغل للشباب عبر اعتماد تكوين مهني ملائم. كما لمست لدى معاليه نظرة واضحة تجاه كافة هذه القضايا واهتماما كبيرا بالعمل على تنمية وتطوير البلاد. أحب موريتانيا وأتمنى لها النجاح ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا. في المجال التربوي بدأت اليوم في نواكشوط أعمال ورشة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورهما في خدمة تأهيل اليد العاملة الوطنية، ونظمت من طرف وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بالتعاون مع الشركاء في التنمية. وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذا اللقاء إلى تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص قصد تحديد حاجيات سوق العمل من اليد الوطنية العاملة المتوفرة على خبرات تتلائم مع الحاجيات الوطنية في التشغيل. من أجل تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص قصد تحديد حاجيات سوق العمل من اليد الوطنية العاملة المتوفرة على خبرات تتلائم مع المتطلبات الوطنية في ميدان التشغيل، وللمساهمة في الحد من البطالة في صفوف شريحة الشباب عبر التنسيق بين القطاعات المعنية بالتشغيل، تتنزل هذه الورشة المنظمة من قبل وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بالتعاون مع الشركاء في التنمية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورهما في خدمة تأهيل اليد العاملة الوطنية. إن القطاع المكلف بالتكوين التقني والمهني يهدف من خلال هذا النشاط إلى تفعيل أجهزة التعاون القائمة بين منظومة التكوين والقطاع الخاص، وإلى استحداث آليات جديدة تمكن من توسيع قدرات استيعاب مؤسسات التكوين وتنويع عروضها وتأهيل مكونيها، بما يضمن استجابتها لمختلف حاجيات الاقتصاد الوطني من المهارة، وبما يفتح أكبر فرص ممكنة أمام الشباب للولوج إلى ما تتيحه سوق العمل من فرص، خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة وفي المهن ذات الدخل الكبير. إنما يتضمنه برنامج هذه الورشة من عروض عن حاجيات سوق العمل من المهارة مقدمة من طرف خبراء عارفين بالوضع الحالي للاقتصاد الوطني وبآفاقه الكبيرة الواعدة من جهة، وعما يمتلكه قطاع التكوين من إمكانيات وما يحتاجه من دعم من جهة أخرى. سيمكنكم من اقتراح شكل الشراكة المطلوبة وآليات تنفيذها، بما يضمن لآلاف الشباب الموريتانيين الحصول على مهارات تتلائم وحاجيات سوق العمل. ورشة الشراكة هذه تشكل خطوة في مسار تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص عبر بوابة ترقية التكوين المهني والتشغيل. يولي اتحاد أرباب العمل الموريتانيين أهمية خاصة للتكوين تبعا لانعكاساته الكبيرة على البعد التشغيلي وعلى دمج فئة الشباب في الحياة العملية، ونظرا لارتباطه العضوي بتحسين المقاولة الاقتصادية أداء ونجاعة. والاتحاد شريك أصيل للسلطات العمومية في تعزيز المستوى التكويني، وله حضور كبير على مستوى مؤسسات تصور وتنفيذ السياسات الخاصة بالتكوين المهني
وهو ممثل في مجالس إدارات المؤسسات التقنية والمهنية، ويرأس بشكل تناوبي آلية ترقية التكوين المتواصل. كما تساهم الاتحاديات المنضوية تحت إطار الاتحاد في وضع وتصديق برامج التكوين. الورشة التي تدوم أعمالها مدة يومين بمشاركة عدة قطاعات تنموية، ستقدم خلالها عروض متنوعة حول أنماط التكوين ودور مؤسسات التشغيل في تنفيذها. في المجال الصحي يدعى وزير الصحة زوال اليوم زيارة تفقد واطلاعه للمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات. مكنت الزيارة الوزيرة من التعرف على الخدمات التي يسديها المعهد لمرتاديه. المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات مشروع صحي فريد من نوعه ومتكامل، يحتوي على عدة خدمات تتمثل في قسم سريري ومختبر وأشعة سينية وأخرى مقطعية، إضافة إلى غرف للعمليات وغرف للحجز وقسم خاص بالصحة العامة. ويهدف المركز إلى التوعية الصحية والكشف عن الفيروس والتلقيح. هذه المنشأة الهامة حظيت بزيارة تفقدية من قبل وزير الصحة وطاقمه المرافق، وفور وصوله استمع إلى شروح مفصلة من قبل المدير العام للمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، بيّن فيه مهام المعهد والتقنيات العالية الموجودة فيه كأجهزة قياس مرونة الكبد والتخطيط الخاص بالمصابين بأمراض الكبد والفيروسات. وبعد هذه الزيارة الميدانية للمركز، عقد وزير الصحة اجتماعا مع طاقم المركز حثهم فيه على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحقيق أهدافه الأساسية، مهنئا الطاقم الطبي العامل في الميدان، مذكرا بالأهمية التي تليها السلطات العليا لصحة المواطنين. ما فايت عليكم الأهمية اللي أعطي خامة رئيس الجمهورية للصحة، صحة المواطن بصفة عامة، وهناك يعني خاصة المشاكل الصحية الأساسية. ونحن هون في واحدة من المؤشرات اللي تتكفل بواحد من أولويات الصحة اللي هي التهاب الكبد الوبائي. وبعد هاي الزيارة الميدانية ضحنا الحمد لله عن يعني مستوى عالي من الفنية القدرات. أختير نهنئكم على اللي قائمين به من مجهود. المعهد مهم عندنا، وتمونكت عنه جاونا خارجيين وقالوا لنا عن نوع ما هو موجود في المنطقة الإفريقية اللي متواليتنا، وهذا شرف الموريتان وقط موريتان قاع جبرت على أساسه جائزة عالمية. ويدخل إنشاء المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات في إطار سعي الدولة للكشف عن فيروس التهاب الكبد باعتباره من أخطر مشاكل الصحة العامة في البلاد، نظراً لنسبة انتشاره حيث وصلت خلال السنوات الماضية إلى أكثر من 11%. عقد وزير التشغيل والشباب والرياضة أمس بمدينة سيدي باب اجتماعا مع ممثل الأندية والروابط الشبابية بالولاية. كما أدى الوزير زيارة ميدانية لكل من ملعب سيدي باب ودار الشباب الجديدة قيد الإنشاء. اليوم الثاني من زيارة وزير التشغيل والشباب والرياضة الدكتور الطالب السيد أحمد لولاية قيديماقة، خصصه للقاء بشباب المدينة وربط صلة بهم من أجل الاستماع إلى الحلول المقترحة لرفع التحديات التي تواجه الشباب. اللقاء الذي تميز بحضور السلطات الإدارية والأمنية في الولاية طمأن خلاله السيد الوزير الشباب على أن الحكومة تعمل وفق استراتيجيات هامة سيساهم الشباب في رسمها من أجل تغيير واقعه نحو الأفضل. فيما يتعلق التشغيل، احنا متباركين بين بعض البرامج إن شاء الله ودور تشوفوا بإذن الله خلال الأشهر القليلة الجاية إن شاء الله يدور تشوفوا شي ملموس. من بين البرامج اللي إن شاء الله لاهن عدلوا هو فتح شبابيك التشغيل في جميع الولايات، وسيلي باب إن شاء الله يدور عود فيه جيشي أمبلوا هون لا يعود هذا كامل المسائل اللي المشاكل اللي طرحته حالا لا يعودوا إن شاء الله مواكبينهم. دونك هذا الشباك سجيشي امبلوا شنو هو العمل، شنو هي مهمته؟ اولا لا يعود بعد لا يعود
درتوا الشبابيك مودرن، ما درتوا الشبابيك زينه، مازال كاع حد جاي يشوف الموجه زين، هو كاع من نفسه كاع، ودور ان شاء الله يلقى مولي الناس، الناس اللي قدامه اللي عندها المعلومه اللي لا يترحب ترحب به، والله وديروا في جو هو من نفسه لا يحس انه فم انصاف، لانه ما هو ممشيه اكس ولا ايغريك. المتحدث باسم شبكه الشباب سيري بابي السيد محمد بابا سيسي قدم أمام السيد الوزير جملة من المطالب تتمثل في توفير المعدات وتجهيز أماكن للشباب من أجل ممارسة أنشطتهم المتنوعة، إضافة إلى خلق عديد فرص العمل للشباب العاطلين. السيد الوزير أفسح المجال أمام الشباب للاستماع إلى المشاكل والحلول المقترحة، حيث تباينت الآراء حول واقع الشباب. مندوبيات قاع كامل الشباب على مستوى موريتاني، نأكد لك أنا عن ما فهم قاع الشباب ورؤوس أصحاب الجمعيات، وحنا المجتمع المدني راضين عن عملها قاع ولا راضين عليها بشكل حال. بالتالي طالبين تغيير في يخلق، تغيير لا يخلق كما لا يتم يخلق تصويت، تصويت يخلق من مننا نحن أصحاب الجمعيات. سيد الوزير، هذا الشباب موريتاني ويبقي وطنه وغيور ومتعصب للدين الإسلامي الحنيف أولا، يغير دائما إنني آني من مشكلة ويطرح مشكلة والله لا يعبر عن ضميره ينقانه متطرف. وكان عمدة بلدية سيري بابي السيد محمد فارو المكحلة قد رحب في كلمته خلال هذا اللقاء بالسيد الوزير والوفد المرافق له، قائلا إن الساكنة تعلق آمالا كبيرة على هذه الزيارة، خاصة فئة الشباب التي تطلع للمزيد من المشاركة في العملية التنموية. وإلى ملعب مدينة سيري بابي حيث وصل السيد الوزير للوقوف على واقعه ومدى جاهزيته للاستخدام، حيث كانت الصورة تتحدث عن واقع آخر مما أثار استغراب السيد الوزير، حيث تساءل عن هذه الوضعية مطالبا بمراجعة هذه العملية، وذلك لكون هذا الملعب صمم وفق معايير لا تراعي الجودة والأمان كما تحكي جدرانه ونجيلته. حاله هو حال دار الشباب الجديدة التي عاين السيد الوزير مدى تقدم الأشغال فيها، التي توقفت منذ فترة حيث تضررت البناية وأصبحت قريبة من الانهيار، بما يستدعي التدخل السريع نظرا لحاجة الشباب المدينة إلى دار للشباب وفق معايير فنية وعصرية. محمد البديدي لقناة الموريتانية سيري بابي. انطلقت صباح اليوم بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة بنواكشوط الحملة التحسيسية الخاصة بالكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، ونظمها من طرف إدارة الأم والطفل بوزارة الصحة بالتعاون مع رابطة النساء والتوليد ورابطة القابلات والمركز الوطني للأنكولوجيا ومنظمة أطباء المستقبل. وتهدف الحملة إلى تحسيس النساء خاصة على مستوى الأسواق والمدارس بخطورة سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. خطوة جديدة في مسار متابعة ومواكبة الجهود الرامية إلى الحد من خطورة سرطاني عنق الرحم والثدي وتقليص انتشارهما بين صفوف النساء وحالات الوفاة التي يسببانها. تتجسد تلك الخطوة في انطلاق هذا الحفل الذي تشارك فيه مختلف الفعاليات حول انطلاق الحملة الكبرى للتوعية والتحسيس والكشف المبكر عن هذا المرض العضال الذي أصبح يؤرق المنظومة الصحية والاجتماعية في بلادنا ويشهد انتشارا ملحوظا في الآونة الأخيرة. تميز الحفل بافتتاح مراكز صحية خاصة بالكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وذلك على مستوى مقاطعتي تيارت ورياض. إن التحسيس والكشف الباكر عن هذه السرطانات يكتسي أهمية بالغة للوقاية منها واكتشافها في مراحل باكرة، مما يجعل علاجها سهلا وناجحا. وقد أولت وزارة الصحة أهمية خاصة لمكافحة السرطانات، وذلك خلال استراتيجية وطنية لمكافحة السرطانات، ومركز الوطني للأنكولوجيا يكتفل بهذه العلاجات، كما سيتم تدعيم مواكبة المراكز الخاصة بالكشف المبكر للسرطان عنق الرحم والثدي التي تم وضعها في مركزي رياض وتيارة. رئيس الجمعية الموريتانية لأمراض النساء والتوليد تحدث في كلمته بالمناسبة عن خطورة سرطاني الثدي وعنق الرحم ونسبة انتشارهما وضرورة إجراء الكشف عنهما. تشكل السرطانات بشكل عام تحديا بشرية جمعاء، حيث هي مسؤولة عن نسبة عالية من الوفيات والإعاقات، وتكلف تكاليف اقتصادية باهظة، وتشكل تحديا اقتصاديا واجتماعيا للمجتمعات. ولا يشكل استثناء عن هذه الحالة
حيث تنتشر عندنا السرطانات وخاصة سرطان الثدي والعنق، حيث يشكل السرطانين الأولين في بلادنا، وللأسف لا يكتشفان إلا في حالات متقدمة جدا، ما يصعب العلاج ويجعل التكاليف أكثر ويجعل النتائج أقل ونسبة الحياة أقل. أما رئيسة جمعية القابلات الموريتانيات فقد أوضحت في كلمتها أهمية هذا اللقاء مستعرضة جهود هيئتها في هذا المجال. تعتبر هذه الحملة فرصة سانحة لتبادل الآراء وتدارس كافة التحديات التي تعترض سبيل التكفل السليم بهذا المرض الذي أصبح للأسف أحد مشاكل الصحة العمومية في بلادنا، والبحث عن الحلول المناسبة للتعامل معه. وبدوره كذلك أكد رئيس رابطة أطباء المستقبل الموريتانيين ضرورة نشر الوعي الصحي في المجتمع حول خطورة مرض سرطان عنق الرحم. سعي منا لتطوير الوعي الصحي والرقي به إلى درجات تفهم لدى العامة، كببنا ساهرين وبالمولى مستعينين ليصل هذا الوعي إلى كل بيت من بيوت موريتانيا، ولقد صرخنا بملي حناجرنا في سبيل هذا الهدف النبيل، ولأن السرطان من أخطر ما يهدد صحة مجتمعاتنا كان واجبا علينا التطوع بأرواحنا رخيصة في سبيل إيصال هذه الرسالة. وعلى هامش الحفل زار الوفد الوحدة الصحية التي تم افتتاحها بالمركز الصحي بمقاطعة تياد بولاية نواكشوط الشمالية، حيث بدأت الاستشارات الطبية للنساء المستهدفات للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم مع توفير المستلزمات والوسائل اللوجستية الخاصة بالتشخيص. ونبقى دائما في هذا الموضوع، حيث يعتبر مرض سرطان عنق الرحم من أكثر الأمراض انتشارا في بلادنا خلال الآونة الأخيرة، حيث شهدت نسبة إصابة النساء بارتفاع ملحوظا نتيجة لغياب الوعي الصحي بخطورته وعدم الكشف عنه. وتعكف الجهات المعنية على تكثيف الجهود التحسيسية والتعبوية حول خطورته سبيلا إلى التصدي له وتقليص حالات الوفيات التي يسببها. تواصل أكثر في سياق الورقة التالية. لدى النساء تحديا كبيرا في مجال الصحة العمومية نظرا لانتشارها الواسع ولما تسببه من ارتفاع في نسب الوفيات سنويا، ومن أهمها وأكثرها انتشارا وفتكا سرطاني الثدي وعنق الرحم اللذان يحتلان المرتبة الأولى والثانية في بلادنا من حيث الانتشار كسرطانات تصيب النساء وسط جهل البعض بمعاناة هذا المرض ومدى خطورته، الشيء الذي استدعى إنشاء مراكز طبية استشفائية وطنية خاصة بالتكفل السريع بالمصابات بهذا المرض العضال. تجسد ذلك في إنشاء المركز الوطني للإنكولوجيا الذي يتوفر على مختلف التجهيزات العلاجية المتطورة ووحدات الإشعاع النووي. كما تعلمون سرطان عنق الرحم هذا من السرطانات الشائعة عند المرأة، هو سرطان الثدي، وكونه مرض صعيب علاجه ما دام اكتشافه تأخر، وهي الحالات الأكثر شيوع في بلادنا اليوم. إنك نجي المركز الأنكولوجيا اليوم تزبي العيالات اللي مصابات بهذا المرض جايين في حالة يرثى لها، لأنهم استنوا بالمرض لين تمدد في الجسم وعاد علاجه صعيب، وهو في الأصل لين يكتشف في الوقت المناسب، واكتشافه بسيط، فحص قالوا فحص مسح عنق الرحم ما يتطلب قراءة فوق 30 ثانية وبسيط وتكاليفه بسيطة، لين يعدل في الوقت المناسب واكتشف في الوقت المناسب، علاجه متيسر جراحي بسيط. في موريتانيا يعتبر الثدي هو الأول بالنسبة للنساء، نسبته 32% بالنسبة للسرطانات النسائية، بينما عنق الرحم 18% بالنسبة للسرطانات النسائية لدى المرأة في موريتانيا. هاي نسبة معتبرة، وبالتالي يجب فعلا مكافحته والتركيز عليه. ويلعب الوعي الصحي والتحسيس بخطورة هذا المرض والكشف الطبي المبكر عنه عاملاً أساسياً في الحد من تفشيه بين النساء حسب آراء المختصين في المجال. بالنسبة لسرطانات عنق الرحم النساء يلتهم، وخاصة النساء اللي تقدموا في السن، يسوى ما فاتوا لحقوا سن اليأس، يلتهم من عند 35 سنة ل 40 سنة يلتهم يتم عدلوا الكشف عنه على الأقل مرة للسنة، والله مرة كل سنتين، وهذا ضروري، وهو الحمد لله وسائل الكشف منه متوفرة وبسيطة، ومنين يكتشف قد قطعا يغلب عليه.
كما تعكف الجمعيات والهيئات الصحية الناشطة في هذا المجال بتنظيم حملات تعبوية في المجتمع لاستكشاف عرض المرض وعلاجه في مراحله الأولى والتكفل بحالات الإصابة به وتقديم الدعم اللازم لهن. مشاركين في هذا اليوم هاي الحملة التحسيسية ضد سرطانات النسائية، سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. هاي الحملة متواصلة من اليوم إلى 26، فيها باب مفتوح وفيها محاضرات وفيها تحسيس على مستوى المدارس وعلى مستوى الكلية وفيها مراكز ملي تطوعية. وفي ظل انتشار هذه الأمراض الفتاكة يبقى تكاتف جهود الجميع وتوخي الحيطة والحذر والتثقيف الصحي بخطورة مرض سرطان عنق الرحم السبيل الأنجع للتصدي له وتقليص نسب وفيات الأمهات به حفاظا على صحة الأم والطفل. والآن نودع زميلي سلم ولي حفظ الذي رافقنا في الجزء الأول من النشرة بلغة الإشارة. يلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الاغتصاب وما يعتبر غريبا على عادات وتقاليد شعبنا المسلم المحافظ، وقد أصبح هذا الموضوع منذ بعض الوقت يثير اهتمام الكثيرين إن لم نقل أصبح هو موضوع الساعة. الاغتصاب الفعل الدنيء وذنب الجسيم والجريمة البشعة ظلت إلى وقت قريب شبه معدومة في مجتمعنا الإسلامي المحافظ، لكن إكراهات العولمة قذفت بسمومها إلينا على حين غفلة فاستشرى الداء ووجب البحث عن الدواء. في الآونة الأخيرة انتشرت حالات من الاغتصاب يندى لها الجبين وتقشعر من هولها الأبدان لتضج وسائط التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني بالأمر. لين ما يعدلوا إجراءات صارمة في هذا النوع من المشاكل ويعودوا هذا المجرمين اللي يعدلوا هذا النوع من القضايا ويعتداوا على الشرف النساء، هذا لين ما ينقبض في إجراءات صارمة عرفوا عنها لها تعود حريقة في خلوة ولا تلحد يقدر يوقف. وفعلا هذا خارج اليوم، هذه على الله عاد خطيرة وعاد هي يوميات العليات هون على مستوى وطننا. يأسف بيدشينا عندي حتى عنا نقدر نعود وإحنا موريتاني الدولة المعروفة بأن النساء محترمين فيها ونقول عباراتنا ونقول عنهم على أنهم ما يكبرهم واحد كبير ولا يحقر بهم يكون حد راخي، يعودوا ذوك النساء هم اللي أعراضهم ينتهكوا يومية. وفي نفس الوقت الشيخ يقول إما يتكتم عليهم المجتمع وتعود الوحدة ما تتكلم بهاش بها الحشمة وبها السحوة وبها اللي يهلها ما يبقوا ينقال أنها يقلق الهبة. وفي نفس الوقت لا يخلق شيء قالوا الصلح، لا يجوه للجاني ويجوه للمجني عليها ويعود كامل مكتم عليه ومسكوت عنه، ولا يتخلق شيء قالوا الصلح ولا يمشي هو طليق ماشي صحيح نفسه ولا يتم اللي ذوك اللي بيلي يعرف عن لهم، لا يعودوا من زره ويعرفوا عنهم واللي أهل الضحية لا يتكتموا عليها وعنهم هم لا يقدروا يتكلموا. تظهر الإحصاءات أرقاماً مخيفة، إذ سجلت إحدى هذه الجمعيات أكثر من 2500 حالة اغتصاب منها 161 خلال الأشهر المصطرمة. في هذا المركز عشرات الضحايا من الجنسين وهم في مقتبل العمر أطفال وبنات في عمر الزهور، صاروا ضحية لإشباع غريزة مرضية حولت أصحابها إلى وحوش في هيئة البشر، يهتكون العرض ويسرقون البراءة من عيون أصحابها ويلبسون السعادة ثوب البؤس في مشهد يدمي القلب ويجرح الكبرياء. تعرضت لحالة اغتصاب يوم شهر الثاني يوم 6/2019، كنت أنا وأخوي من عند داري، أنا جاء من الطافيليات جاء طالع اللي عنده المدرسة للدار ونتكلم لا بقلمي. نيني تعرضت حالة الاغتصاب في يوم 6 في مدرسته، كيقولوا مدرسة بدر مدرسة الحرة، تمينا من الجزين تو الراحة. نيني تعرضت لحالة اغتصاب في وقت الأول في طب الصداقة طايح في نزيف، جيت للسانتر لا قبل مشيت شورى، هذا شورى طب الكبير، وأنا عن نفسي طالب بحقي إن ذو الرجال عدلوا لي ذي الحالة اللي أنا فيها وركة طالبة منهم حقي. أنا حنقني من السابقة
تروى دقاجين فيني محلم مرصع أنا بقى ما سمحت لي دول لا حق أمني يكردوا ناس ياك دارت الاغتصاب من جيرانه ذري الشباب هم تعرضوا له خطفوني هو تمام 15 يوم بيت واحد وهذي كان الدودودي طالبة من حقي انظر حقي من الجدعان اختصبون غصة أذرفت الدمع وأنكأت الجرحى وكثر هم أضراب هذه الطفلة الصغيرة. في عام 2013 سجلت أكثر من 300 حالة اغتصاب، وإن سجل انخفاض في عامي 2016-2017 فإن الوتيرة تصاعدت في العام 2018 لتسجل أكثر من 200 حالة اغتصاب. وخلال الأشهر الماضية تم رصد 162 حالة اغتصاب، منها 8 حالات دون السن الخامسة و30 حالة دون السن العاشرة، واغتصاب 20 طفلا ذكرا. الاغتصاب ما هو أن الطفلة صغيرة تتو فيهم للأولاد وفيهم للأليات الكبار، أكثرية بعض في الطفلة صغيرة من عند 0 إلى 18 سنة، حتى عندنا الطفيلات عندهم 3 سنوات مقتصبين. ذي السنة حدا عندنا 8 طفيلات أقل من 5 سنوات، وعندنا 31 طفلة أقل من 10 سنوات. أن لين حسبوا 162 حالة ذي السنة إلى 14 أكتوبر، معنا لن دوري أودة تقريبا 500 حالة قافت جات إيوا حنا مولي نحسبهم أكثريتو لا في نواكشوط بأنه منتشر، وذاك اللي طالبين حنا لأن الضحية تجبر حقها، هذا هو المطلوب، تجبر حقها، وهذا الأجريسور يعود ينحبس. يرجع ذوي الاختصاص انتشار هذه الظاهرة إلى عديد العوامل، أبرزها الإفلات المتعدد للمذنبين من العقاب، وكثرة التسويات الاجتماعية، وضعف المنظومة القانونية في هذا المجال، والتكتم شبه الكامل على معظم حالات الاغتصاب نتيجة للعادات التقليدية في البلد. وبين التعتيم والإفلات من العقوبة يظل هؤلاء المجرمون يعيذون في الأرض فسادا، فمن يعيد لهؤلاء عذريتهن المسروقة؟ وفي موضوع ذي صلة، وهذه المرة في مدينة نواذيبو، حيث بدأت بعض الظواهر الاجتماعية الداخلة تلقي بظلالها على مفاصل حياة المجتمع، كما هو الحال مع حادثة اغتصاب الفتاة وردة في مدينة نواذيبو، ويطالب الشارع في المدينة البحرية بإنزال أقصى العقوبة على المتسببين في ظاهرة العنف ضد النساء خاصة الفتيات الصغيرات. الشارع في عاصمة الاقتصاد يبدو مناهضا للعنف ضد النساء، خاصة ما يتعلق بالظاهرة الاجتماعية الاغتصاب التي بدأت تغزو البيوتات وتستهدف على وجه الخصوص الفتيات القاصرات وصغيرات السن في غياب الوعي وانتشار العادات والتقاليد التي تفرض على الضحية وأليها تسترة على الجريمة خوفا مما يعتبر فضيحة اجتماعية. ظاهرة الاغتصاب قضية يجب التصدي لها بقوة وتفعيل قوانين متعلقة بها، في الإطار نطالب السلطات المعنية باتخاذ مسؤوليات كاملة ما يتعلق بهذه الظاهرة وأخذ تدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لها. الاغتصاب ظاهر لأنه ظاهرة مشينة بالحق وداخلة على الوطن، ويارت الدولة تتخذ الإجراءات الرادعة لذيك الناس اللي تمارسها، بيارت السن قوانين تعود رادعة لذيك الناس اللي تمارسوا، وبهذي دائما نشوف عندك القوانين السن ما تطبق، ودائما الناس اللي يتعدلوا وتفلت من العدالة. وهذا الاغتصاب اللي نعوذ بالله الناس عاد واحدة فيه وعاد تلام عادته لك ما يتواسل إنسان يعود يعرف أنه مسلم ويعرف أنه مسؤول. قصة وردة الفتاة في ربيعها السابع تشبه حالة الكثير من الفتيات الأخريات ممن تعرضن للاغتصاب أو مهددات بالوقوع ضحية في أي لحظة، كما يحكي والدها. هذه القصة بدأت في 3 ديسمبر السنة الماضية 2018، حيث تم اختطاف صغيرة من أمام المدرسة من طرف شخص كان يحمل سكين، واختطفها وادخلها في مكان قريب من المدرسة هو مكان عمله. هذا المجرم
أقدم على تعذيب البنت وهددها بالقتل، وأيضا اغتصبها. البنت عانت من نزيف مدة يومين، وعانت من عدم النوم مدة تزيد على 3 أشهر، مما استدعانا نقلناها خارج نواذيب تلقي العلاج النفسي، وما زالت تعاني لحد الآن. وأيضا الأسرة عانت كثيرا من هذه القضية. احنا مطالبنا واضحة، هي إنزال أقصى عقوبة بهذا المجرم، وطالبين من القضاء الموريتاني ثقتنا فيه ما زالت هي، وطالبين منه الإسراع في الحكم على هذا المجرم. إياك يعود عبرة أي حد يتخمم في هذا النوع من الإجرام. هذه الحادثة ومثيلاتها تثير قلق المجتمع المدني وناشطيه على مستوى المدينة العمالية، خاصة مع بقاء المشتبه بهم بلا عقاب. معني جيت أيام الاغتصاب اللي وعدلها دخلت عليه، وجيت لحقتها في الطب مسكنها بحالة ورثالها، وتميت متابعة روايتها من عندهم، ونعرف أنها بحالة ورثالها، بوها رافتها مسكنة، وهي دم يلقف على دراعته، دم ماشي على دراعته يعلم الله، وطابطات بها أسبوع تام، وهي ذاك الدم سيكنا يلقف عليها. وضاركنا طالبين من الدولة كاملة عنها وردة هذه تقبل لها حقها. أختي نقول ظاهرة بشعة، وخاصة في صفوف البنات من عند 6 سنوات إلى 12 سنة إلى 15 إلى 18. هذه ظاهرة خطيرة، اغتصاب قاع بصفة عامة خطير، وظاهرة مشينة، ويعض الناس تحاربها كاملة في داخل الأسر وداخل المستويات العامة وفي فضاءات المدارس الفضاءات العمومية وداخل المنازل وداخل البيوت. ظاهرة ظلت محاطة بالكثير من الكتمان والسرية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لتعبئة الرأي العام حول إشكالية العنف ضد النساء والدعوة لحماية الأخلاق العامة وتعزيزها في المجتمع. ولتعميق هذا الموضوع والحديث عن مختلف جوانبه، استضفنا لكم الليلة سيد عثماء الياتمة وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الجنوبية. أهلا بكم ضيفنا الكريم. كجهة معنية، هل تلاحظون زيادة في حوادث العنف ضد النساء خلال السنوات الأخيرة كما لاحظنا في تقرير زميلي؟ المتتبع لقضايا العنف ضد النساء بصفة عامة والاغتصاب بصفة خاصة قد يلاحظ زيادة في العدد، ولكن بالنسبة لنا هذه الزيادة طبيعية نتيجة العوامل وسائل التواصل الاجتماعي اللي عاد منتشرة، كانوا يخلوا ياسر من الحالات ولا ينعدم بيهم، وغرك هذه الوسائل الاتصال اللي عادت أي حادثة خلقت في أي منطقة من موريتانيا ينعلم بها، وزيادة وهو في حد ذاته لا زيادة، زيادة العنف بصفة عامة لا زيادة في الإطار العادي. هل من إجراءات رادعة للحد من التأثيرات المعنوية والمادية لهذه الجريمة، جريمة الاغتصاب؟ طبعا طبعا، جريمة الاغتصاب في القانون الموريتاني عاقبتها المادة 309 من القانون الجنائي الموريتاني، وهي حتى عن محاولتها أعطاها نفس العقوبة اللي يستحقها مرتكبها، لا محاولة الاغتصاب عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة اللي تمشي من 5 سنوات كحد أدنى إلى 20 سنة كحد أعلى، هذه لا المحاولة في حد ذاتها. زيادة على ذلك عن الضحية تتكفل بها الدولة بصفة عامة وتكفل بها المنظمات المولية، أهم تنسيق دائما بين القضاء والمنظمات ما يتعلق بالتكفل بهم بصفة عامة. دائما المغتصب تكون هناك حماية اجتماعية له من خلال تصالح الأسر، هل الدولة تحمي الشخص المغتصب من هذه الحالة؟ المغتصب عادة تضع عليه الدولة، تضع عليها النيابة يد وينحبس ويتابع جزائيا. عادة المصالحات لا تؤدي حتما إلى انقضاء الدعوة العمومية، في حالات نادرة تنقضي الدعوة العمومية يعود أدلة الاتهام ما هم ياسرين ولا هم متوفرين حتى، ويعود هم يشوبها بعض الغموض، غير حالات الاغتصاب اللي هي حالات الاغتصاب المعروفة والعادية، حتى الصلح حتى إلى أولياء الدم والله الطرف الضحية إلى عدل الصلح مع 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 مع, مع, مع الجاني، عادة النيابة تبقى له في المرصاد وعادة ينال عقابه. وهو كيف تشوف قلت لكم بارك في المادة عنه أدنى حل حالاته 5 سنوات من السجن نافي اللي هي. نعم، هناك بعض الأفلام الإباحية الخطيرة التي تبث على وسائل التواصل الاجتماعي وتكون سبب في فعل هذه الأمور، هل من إجراءات قانونية لتوقيف مثل هذه الأعمال؟ فعلا هذه 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 الأفلام الإباحية وما إلى ذلك هذه عاقبها قانون آخر، هو قانون الجريمة السيبرانية اللي فيه جانب يتعلق بمعاقبة نشر
وترويج لهذا النوع من السفوح وهذا النوع من الإجرام اللي زال هو لا يقل أهمية عن العنف ضد المرأة بصفة عامة. نعم. في أحد التقارير أحد كان يتحدث عن العنف ضد الأطفال، هل من عقوبة على هذا النوع من العنف، العنف الجنسي ضد الأطفال الذكور؟ فعلا العنف الجنسي ضد الأطفال بصفة عامة يعاقب قانون الحماية الجنائية للطفل، يبدأ بالمادة 24 اللي ما يتعلق بالاغتصاب، والمادة 25 العنف، والمادة 50 و 51 إلينا 53، وهذا ميزته عنه جاب ما اقتصر على الاغتصاب وحده ولا اللي باطل اللي يتعلق بالأطفال، جميع حتى مجرد لا الإضرار الجنسي للطفل يسوى كان ذكر يسوى كان أنثى يتعرض لعقوبة رادعة في القانون. حينما يتعلق الاغتصاب بفتيات قاصرات، هل هناك عقوبة مشددة على هؤلاء المجرمين الذين يفعلون هذه الأمور؟ طبعاً طبعاً طبعاً. كيف ذلك؟ هو كون القانون الحماية الجنائية للطفل نص دائماً على أنه كون الضحية طفل، هذا يخضع، هذا معناها أن المعتدي يخضع لعقوبة أشد. نعم. ما هي الطمأنة التي تطمئننا بها المجتمع لحمايته من هذه الظاهرة؟ كجهة قضائية اللي نقول لهم عن هذه الظاهرة ولا مثيلاتها، عن أي رجاج ارتكب جريمة، عن القضاء له بالمرصاد، يا غير المواطنين يا الله يعاونوا باش، مع أن القضاء ما هو لايك في التبليغ فقط، يعودوا ينتظروا عقوبة رادع معين. رجاج ارتكب جريمة وبلغت عنها سلطات قضائية وبلغت عنها الشرطة ولا الدرك، يا الله حتى كامل شاف رواية مشهد فيها، يا الله يجي يشهد القضاء به، اللي نحن عندنا لا البينات اللي عادية المعروفة، ما هتنا وصلنا مرحلة يعودوا عندنا الأدلة العلمية الحديثة، عندنا معامل جنائية يعود فيها أدلة علمية حديثة، عندنا لا وسائل إثبات العادية المتواضعة، وذيك إلى انقلع منها الشهادة ما بقى شيء. إذن المواطنين يا الله زادهم يساهموا بدورهم بأي عملية اغتصاب، حد كامل شاف منها مشهد يقدر يشهد به، والله شاف إجراء يا الله يجي يشهد به العدالة، ياك نعودون كانوا متعاونين في الاغتصاب. هل من كلمة ختامية تطمئن بها الرأي العام؟ كلمة ختامية يطمئن بها الرأي العام، نختار نقوله عن هذه الظاهرة، هذه الزيادة اللي شاف ظاهرة هذا النوع من الظواهر، عنها بالنسبة لي لا تتم عادية في الإطار العادي، بهاش به وسائل التواصل الاجتماعي اللي ما كان ينعلم بشيء وعادي ينعلم بشيء، ونتيجة مولي الوعي معين به لهذا النوع من الجرائم، قاع الناس ما كانت تشكي منها ولا كانت تبلغ عنها وعاد تشكي منها وتبلغ عنها، وإذا من الطبيعي يعني ينزاد العدد. نعم. سيد عثمان ولياتم وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الجنوبية، كنتم ضيفا لنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا. اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني، وقد شهدت الدورة مشاركة 10 فرق مسرحية قدمت عروضا فنية وثقافية تناولت قضايا اجتماعية متعددة. توجت فعاليات اختتام النسخة الثانية من المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني بتقديم إفادات تكريم للفرق المشاركة التي تبارت في عدة أعمال مسرحية مختلفة، وقد أظهرت العروض نضج الفرق ومدى تعلقها بالمسرح الهادف وما يحمل من رسائل إنسانية. بعد أسبوع من العروض المسرحية المتنوعة والهادفة قدمتها 10 فرق مسرحية وطنية تنافست بإشراف لجنة تحكيم من كفاءات وطنية وعربية، فهنيئاً مقدماً للفائزين وحظاً أوفر للآخرين. وإذ أعلن على بركة الله باسم معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الدكتور سيد محمد قابر اختتام النسخة الثانية من المهرجان الوطني للمسرح، لا يفوتني أن أشكر الهيئة العربية للمسرح وعلى رأسها صاحب السعادة سمو الشيخ الدكتور محمد بن سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة. مدير المهرجان ألقى كلمة شكر فيها الجهات التي ساهمت في تنظيم هذه النسخة، مذكرا بدور المسرح في تثقيف الشعوب. لقد كسبنا الرهان في تأسيس فعل مسرحي نبيل على هذه الأرض، ووصل قطاره إلى المحطة الثانية، ونحن متأكدون على أن في المحطة الثالثة سينتقل المسرح الموريتاني من الهواية إلى الاحتراف.
أما المدير الفني للمهرجان فقد أكد أن أيام المهرجان شكلت فضاء مفتوحا لتقديم أعمال مسرحية عالجت مختلف القضايا الوطنية. نحن الآن نقلب الصفحة الأخيرة من النسخة الثانية من مهرجاننا هذا، ونعدكم أننا سنسعى دائما إلى أن تظل ظروف هذا المهرجان مواتية للجميع حتى نصنع من هذه الخشبة فضاء لكم تحلمون فيه تبدعون. لجنة تحكيم المهرجان أكدت على لسان المتحدث باسمها السيد البغداد عون من تونس الشقيقة أن مجريات مداولات اللجنة جرت بشفافية وحياد، مذكرا بالدور الممتاز الذي قامت به الفرق المسرحية ومدى قابليتها لتقديم الأفضل في هذا الفن، مطالبا بمزيد من العناية بالمسرح من خلال توفير البنى التحتية المناسبة. شهدت مقاطعة دار النعيم صباح اليوم حفلا لتوزيع شهادات على مجموعة من الشباب المكونين من طرف بلدية المقاطعة بالتعاون مع كاريتاس، شمل تكوين عدة مجالات ستمكن المستفيدين من الاندماج في الحياة الاجتماعية، من بينهم 5 أشخاص فاقدي السمع استفادوا من التكوين على مدى 3 أشهر. مساهمة في تكوين الشباب ودمجهم في الحياة الاجتماعية بعد هجران مقاعد الدراسة، تدخلت بلدية دار النعيم من خلال مشروع التكوين هذا بالتعاون مع كاريتاس لتكوين 83 شابا من أبناء المقاطعة على مجالات مختلفة شملت الكهرباء المنزلية والنجارة والصباغة والحلاقة والميكانيكا، وذلك بعد إحصاءات ومتابعة قام بها المشروع بالتعاون مع آباء التلاميذ والمصالح البلدية والجمعيات، شملت الأحياء الأكثر هشاشة في المقاطعة كما يقول مدير المشروع. الأهمية ذاتها أكد عليها عمدة بلدية دار النعيم من خلال كلمته التي تمحورت حول إعطاء الأهمية القصوى للشباب ودمجه في الحياة الاجتماعية لإبعاده عن الانجراف وراء الأمور التي لا تخدم المصلحة العامة للمجتمع. كانت عندنا مشكلة والله معضلة كبيرة هي التسرب المدرسي، وكان الولد يبقى في الشارع والله البنت، وفي الأخير يعقب يقبض الطريق ما هي اللي صالحة، وللأسف يعود إنسان عبء على المجتمع. اليوم الحمد لله بالتعاون مع كاريتاس عاد فهم هذا المركز اللي كون ويأهل الشباب ويعودوا أفراد منتجين في المجتمع ويصلحهم الرسم مستقبلا، معناها على أن هذا عمل يذكر فيشكر. على مدى 3 أشهر استفاد الشباب المكونون من عدة مجالات تسمح لهم بولوج سوق العمل وتؤهلهم للمساهمة في بناء المجتمع كل من منظوره وقدرته ومجال تخصصه. وما شاء الله عدنا ديري 3 موا ويكتكوين 3 موا ما شاء الله رأيت فيه يسر من خبرة، بس كنت نشوف المنيوم كوا والبورت ما كنت قانا على طريقة التعدان كنت حكانو وقال ما شاء الله أنين عدو التكوين ضيق تجربة عرفت عنه شي كامل حد ما جرب ما يعرف. وكانت لحظة اختتام الحفل المنظم من طرف مشروع تأهيل الشباب وتكوينهم شملت توزيع شهادات على المشاركين الذين واكبوا التكوين طيلة فترته إيمانا منهم بالأهمية التي سيضيفها لحياتهم الاجتماعية والعلمية والعملية. والآن إلى جديد الرياضة مع الزميلة وردة متب. أهلا بك زميلة وردة. أهلا بك محمد. أهلا بكم مشاهدين الكرام، تلتقونا بعد فاصل جديد الرياضة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يواجه المنتخب الوطني كرة القدم المرابطون منتخب المغرب في 15 من الشهر المقبل، وذلك بملعب مولاي عبد الله في الرباط بالمملكة المغربية، وستكون المواجهة هي الأولى للمنتخب الوطني ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في تصفيات المؤهل لكأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون 2021. خلال الجولة 6 من بطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى تمكن فريق الكدية من تحقيق انتصار ضمني خارج ملعبه على حساب مستضيف فريق الأكسار عميد أندية كرة القدم الوطنية، ذلك بنتيجة 3 أهداف دون مقابل خلال مباراة التي جمعت الفريقين بملعب المرحوم شيخة والبويجية. تعاقب على تسجيل أهداف اللقاء محمد حطاب في الدقيقتين 73 ومحمد الأمين في الدقيقة 61، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الكدية إلى النقطة 13 في المركز الثاني، بينما تذيل الأكسار ترتيب الدوري دون نقاط.
لاعبو فريق الكديه من مدينه زويرات عبروا عن ارتياحهم لهذه النتيجه التي وضعتهم في وصافه ترتيب العام المؤقت للدوري. اولا اقول هارد لك للعميد الاكسر، ونرجو من الله العلي القدير ان يحققوا نتائج في الجولات القادمه. مبروك لنادي الكديه الفوز الثالث على التوالي خارج الميدان رغم التعثرات في مدينه زبارات، حيث في 30 مباريات نادي الكديه لم يتحصل سوى على 4 نقاط، 9 على 9 في خارج الديار. اظن بان النتائج مقبوله حتى الان، 13 نقطه من اصل 18 نقطه ممكنه، هذا كل شيء بالنسبه يمكن تحصيله بالنسبه لنادي تغير طاقمه الفني، تغير جل لاعبيه. اظن بان النتائج جيده جدا. كان ماتش صعيب شوي مع نادي ركسان، ناجي عريق كبير، وان شاء الله فزنا عليه بثلاثة مقابل صفر، وان شاء الله لا نواصلوا في المشوار ان شاء الله وفي المباريات الاخرى ان شاء الله نبذل مجهود ان شاء الله، ان شاء الله لا المباريات الاخرى دون الله حاول ان شاء الله لا نفوزوا بهم ان شاء الله ونجد تحقيق الدور ان شاء الله. أكد المشاركون في البطولة الجهوية لكرة القدم التي استضافتها العاصمة الاقتصادية نواذب ونهاية الأسبوع أهمية تنظيم مثل هذه البطولات في توسيع ممارسة وانتشار هذه اللعبة على المستوى الوطني. لا خلاني عنها، لعبة محترمة وزينة وترقب النساء والرجال. نضيف أن احنا لأننا نعود باستطاعتنا لأننا نقدو نشاركوا في التظاهرات. قدعود عاوب قاع هذه ما هي الا هذه. هو التنافس بين جميع الولايات في جميع الفرق ما خلق ما شاء الله ولاية ما يمتفخر يخلق سنويا. نحن كليبين قالوا كنوال في الكرة الحجيجية. الكرة الحجيجية جميلة حتى زينة. نبذلوا فيها ياسر من الجهد ونمشوا فواياج ونمشوا مسافة طويلة. بور نقانيو نمشوا عيان نفردو عيان نقانيو. بارفوا نجيبوا تروفي بارفوا ما نجيبوه. للقطاع الخاص على انه يرفع من مستوى الرياضه، الرياضات جميعا وخصوصا الرياضه الكره الحديديه، على انهم يدخلوا في الرياضات ويرفعوا من قيمتهم. وليه الحمد لله الناس في جو تنافسي. مع الكره الحديديه ننهي نشاط الرياضه، شكرا للمتابعه وعوده الى محمد بلال. شكرا لزميلة وردة متباه. بختام الرياضة نأتي إلى ختام النشرة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يصل إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية المقررة يومي 23 و24 أكتوبر الجاري. الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتحضير مهرجان المدن القديمة، ويستقبل الوزير الفرنسي السابق السيد ميشيل سارتين. انطلاق ورشة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورهما في خدمة تأهيل اليد العاملة الوطنية. ختاما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تحية من يوم باقي فريق العمل، إلى اللقاء بإذن الله. مشي لي فيديو اللي نعت لي قبيل. ايوا اوه فرق كريدي مره اخرى، فترني ذا لوفر الانترنت تفرق بالعجله هي والمكالمات. انت ماله حامرني انا وعدل لك عرض ميكس موريتاني شنقيتل واستراح من ديران كريدي للتلفين ومساجات ومعاهم الانترنت اشهر تام. استفيدوا من العرض الجديد ميكس موريتاني، ساعة ونصف من المكالمات زائد 500 ميجا بايت من الانترنت صالحة لمدة 7 أيام ب 100 أوقية جديدة، 3 ساعات من المكالمات زائد 1 جيجا من الانترنت صالحة لمدة 20 يوما ب 200 أوقية جديدة،
4 ساعات من المكالمات زائد 2 جيجا من الانترنت زائد 100 اس ام اس صالحة لمدة 30 يوما ب 300 أوقية جديدة. 7 ساعات من المكالمات زائد 4 جيجا من الانترنت زائد 200 اس ام اس صالحة لمدة 30 يوما ب 500 أوقية جديدة. 20 ساعة من المكالمات زائد 4 جيجا من الانترنت زائد 500 اس ام اس صالحة لمدة 30 يوما ب 1000 أوقية جديدة. لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة 202.